صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم الجمعة 7 تموز 2023، بصرنا نستضيف فيها عضو لقاء مستقلون من أجل لبنان الدكتور رافي مديان. أهلا وسهلا فيك دكتور. فيك. ورح يكون معنا بالقسم الثاني من هذه الحلقة مداخلة عبر تطبيق زوم مع العميد الركن المتقاعد الدكتور أمين حطيط والخبير العسكري والاستراتيجي، طبعا الاطلاع على كافة التطورات و يعني أبعاد هذه التطورات في جنوب لبنان. دكتور رافي مديان، بدنا نبدأ معك بطبيعة الحال بالمشهد السياسي المعقد الذي يراوح مكانه طبعا بملف رئاسة الجمهورية، وحسب يعني الأجواء الكل ينتظر عودة الموفد الفرنسي الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسي جان إيف لودريان ب 17 تموز الحالي. برأيك كان في أمل أنه بلبنان يكون هناك حل نوعا ما، أم يعني لابد من انتظار التسوية الخارجية؟ هلا شكرا في البداية على الاستضافة. أهلا وسهلا. يعني صرتوا ديمقراطيين تقبلوا الرأي الآخر وهذا شيء منيح. بالعكس نحن نستقبل الكل ومشاهدة الكل بيعرفوا صح أنه طبعاً طبعاً هذا المنبر طبعاً مرحب فيه يعني كل الآراء. أستاذ روي خينا وحبيبنا. فأنا بدي أقول أنه المشهد هو مشهد التعقيد سيلا كومبلكسيتي، مشان هيك بدنا نربط إمكانية إنتاج الحلول الداخلية فيما يخص الرئاسي وفيما يخص كل الملف اللبناني بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. نحن بنعرف أنه في بعض يدعو إلى لبنانة الاستحقاق الرئاسي، وأنا منهم، يعني أنا صرحت اليوم في وسائل الإعلام أنه ندعو إلى لبنانة إلى إقامة حوار للمراجع الروحية وللقوى السياسية والكتل النيابية، إضافة إلى مستقلين وممثلي المجتمع المدني النخب المستقلة مثلنا. خلينا نعمل حوار وطني روحي سياسي لمقاربة الأزمة المركبة. هي ليست فقط أزمة رئاسي، هي أزمة أيضا الأحزاب المارونية، وهي أزمة أيضا النظام السياسي ومستقبل البلد في النظام الإقليمي. كيف يعني مشكلة أو أزمة الأحزاب؟ يعني لأنه الأحزاب القادة المواريني، قادة الأحزاب المارونية خاصة الحزبين المسيطرين، بيقول البطرك الراعي في حوارنا معه، هن شخصان يعني هن مش مسيطرين بأكتر ما بقدر ما هن عندهم التمثيل المسيحي الأكبر، يعني شأن أم أبين هذا القانون الوقت. يعني أنت عم تجريني إلى أماكن أخرى، خليني أكمل أنا سياق الحديث كرمال ما قالك أنه قانون الانتخاب كان مفصل على قياسهم وعياس السلطة السابقة هي اللي أعطتهم اليوم 30-40 نائب في البرلمان، ولكن المجتمع المدني المسيحي اللي صوت 530 ألف صوت في الانتخابات النيابية الماضية نصفهم ما أعطى تأييده أو يعني تفويضه لهذه الأحزاب المسيحية، في نصف المسيحيين مغيبين عن القرار ومغيب رأيهم. فخلينا يطولوا بالهم علينا الأحزاب اللي ما عندها برامج، ما قدرت تنتج حل. يعني أنا ما بفهم قوانين انتخابات السابقة ما كان عم بيكون عندهم كمان الأكثرية، كانوا أقل من هيك، أضعف من هيك. لا بالقانون الستين ما كانوا هيك، وبقانون أيام غازي كنعان لما كان في دوائر مختلطة كبيرة ما كان عندهم هذا الحجم. المهم كرمال ما ندخل في قانون الانتخاب، خلينا نحكي انه هذه الأحزاب اللي ما عندها برامج وما عندها جدول أعمال لبناني وطني وما عندها أفكار وفلسفة للتسوية، نحن بنقول عن تحسين شروط وصول الرئيس المسيحي إلى بعبدة. كيف ممكن سمير جعجع كان يتفق بال 2016 يعقد اتفاق مع راب، علما انه ما كان اتفاق انقاذي واصلاحي للنظام السياسي، كانت محاصصه بينه وبين طرف مسيحي اخر. ولكن ما بفهم انا هذه القياده القواتيه كيف قادره تعمل كانت تسويه وتفاهمات مع اطراف مسيحيه اخرى بال 2016، اليوم ما قادره وما عندها استعداد تعمل تفاهم ان كان مع فرنجيه او قائد الجيش او اي مرشح اخر.
أنا عم بقول إنه شو مضمون طروحاتهم، شو فكرة طروحاتهم. خلينا نجي نبحث الأفكار مش الأشخاص. هودي عم بحطوا فيتو على فرنجية أو قائد الجيش، عم بحطوا فيتو شخصي. بعدنا في مستوى تفكيرهم والصراع السياسي عم بيمارسوه. بس استاذ رافي، إذا اليوم الواحد اعترض على اسم 89، إذا كان في اعتراض على اسم معين مش ضروري يكون يعني استهداف شخصي، يعني في عدة أسباب، إن كان القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر، وكل واحد يعني طبعا بعقلية سياسية مختلفة وبمشروع مختلف، ولكن هناك تقاطع على هذا الرفض. يعني اليوم بده يحترم هذا الرفض، بده يكون طبعا الموقع المسيحي الأول في لبنان بده يكون لهم كلمة فيه. لما بيكون مبرر هذا رفض منطقي، ينم عن فلسفة، ينم عن نظرية سياسية، عن فكرة، ما بيكفي أنه النظرية أنه ما يكون الشخص امتداد لمراحل سابقة. أنا بهمني المصلحة الوطنية المسيحية ومصلحة البلد. إذا كان في تغليب للمصلحة الشخصية مثل ما عم يعمل وزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع، أنا بقول إنه هذه المشاريع الشخصية، هذا الصراع الشخصي المستمر من 88 و90 بعدنا هون، السيطرة على الحكم أو العودة إلى منطق الفيدرالي ومنطق التقسيمي ومنطق الانعزالي. ومرة منخوف المسيحيين من المسلمين وفلسطينيين، ومرة منخوفهم من السوريين، وهلأ عم نخوفهم من سلاح حزب الله. هذه شعارات للاستهلاك المحلي. بس أنت عم تجمع بين التيار المذهبي وحزب القوات اللبنانية، علما أنه تقاطع. يعني الشعارات متقاطعوا على جهات، أنا عم بنتقد تقاطعهم، أنا عم بنتقد على تقاطعهم واتفاقهم. بس التخويف من سلاح حزب الله وهذا الخطاب السياسي ما فينا نوحد. يعني أنا عم بقول قواتي، هذا منطق قواتي وبعض الأحزاب المسيحية أو بعض الأطر والقوى المسيحية اللي عم ترفع هذا الشعار لتخويف المسيحيين، لشد العصب في الشارع من أجل تحسين المفاوضات. طب في المقلب الآخر، ما في سيطرة، تفضلت وحكيت عن سطو على سياسي على فترات معينة، كمان الفريق الثاني له حق يكون عنده هواجس لما 30 سنة بدها تكون أو أكثر مجلس النواب تحت يعني سيطرة فريق واحد، كمان في هواجس بدنا ناخذها بعين الاعتبار، وكمان في هواجس السلاح، وكمان في هواجس ابعاد هذا السلاح بالنسبه لحزب الله. ستنا لو كان سمير جعجع ديمقراطي وما مارس ديمقراطيا خلال 30 سنه، او هذه القوى التي تتهم الاطراف الاخرى بانها تمارس الهيمنه على السلطه السياسيه، معلش خلينا ننسى، ما ننسى تاريخ هؤلاء الناس وممارسه هؤلاء الناس، خاصه القوات خلال اخر 30 سنه، ما لهم ديمقراطيين، هودي ناس يعني دكتاتوريين وفاشيين. يعني هودي عملوا حروب طويله عريضه من ما قبل حرب الجبل، قتلوا ناس على الهويه. سمير جعجع متهم بقتل رشيد كرامي ومتهم بقتل داني شبعون، ودخل في صراع مع رفاقه مع إلي حبيقة، عمل انقلاب على اتفاق السلام اللبناني في دمشق برعاية السعودية وسوريا، عمل اتفاق على، عمل انقلاب على رفيقه رئيس الهيئة القوات اللبنانية أنذاك المرحوم إلي حبيقة اللي راح على الشام لتوقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية، عمل انقلاب عليه وقتل 700 واحد من رفقاته بالقوات اللبنانية. هذا الكلام يستفز شريحة كبيرة، يعني ما هي حقيقة. خلينا نراجع التاريخ، انت خلينا نراجع التاريخ. سمير جعجع مش مانديلا. شو الحل؟ كمان حزب الله عنده بيئة حاضنة كتير كبيرة، شو بتعمل فيها؟ ما في يعطينا، وعنده أخصام. هذا الإنسان وآخرين يلي دخلوا في حروب عبثية أدت إلى تهجير المسيحيين وتدمير المناطق المسيحية، ما في يعطينا يعني دروس في الديمقراطية ويقول بيعجبوا هذا وما بيعجبوا هذا. باللحظة السياسية يلي كل الدول العربية، السعوديين والخليجيين والمصريين والأردنيين يعودون إلى دمشق ويطبعوا علاقاتهم مع النظام السوري، بيطلع بمقابلة صحفية، لأنه قبل يومين أحد السفراء العرب قال له أنه لن ندعو الرئيس الأسد إلى قمة جدة وإلى استعادة مقعده في الجامعة العربية، بيطلع بيقول عن الرئيس الأسد جثة سياسية. هذا إنسان عنده عقل سياسي سمير جعجع؟ هذا بيفهم بالسياسة سمير جعجع؟ ما في يعطينا دروس. نحن عم نقول كمسيحيين علينا أن نفتش، أن نقرأ موازين القوى في المنطقة،
تطورات المنطقة بشكل موضوعي وجيد ونقرأ موازين القوى في البلد. نحن ما فينا ما نشوف أنه في تفاهم إيراني سعودي في المنطقة وتفاهم قادم سعودي سوري في المنطقة على كل ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، ولكن صبرا يعني السين سين واقع برأيك؟ طبعا أكيد، أنا متأكد الحوار السعودي السوري سوف يتطور ليطال الملف اللبناني بعد فترة، ولكن بعد الاتفاق على الملف السوري، بعد الاتفاق السعودي السوري يعني حول سوريا. السعودي ينتظر ثمن هذا طبعا هذا التفويض طبعا سوريا. وهذه التسوية الأمريكية أو السعودية ستكون مع حزب الله في لبنان، مش بحث بيرجعجع. معلش خلينا نكون واقعيين، موازين القوى في البلد وفي المنطقة ليست في مصلحة القوات اللبنانية أو الأطراف التي تشيطن حزب الله وتشيطن المقاومة. أنا عم بحكي كمحلل سياسي وأنا عم بحكي بشكل واقعي. خلينا نكون واقعيين، خلي القوى السياسية المارونية تتعاطى بواقعية سياسية فيما يحدث في المنطقة. ما تصرف الرئيس عون بواقعية لما راعى سوريا؟ لا، الرئيس عون تصرف بواقعية ب 2016 عندما انتصار حلب والحلف الأقليمي حلف مقاومة اللي انتصر في حلب فرض مجيء رئيس للجمهورية بعد انتظار سنتين ونص. هيك لازم يقرأ الوزير باسيل مجيء الرئيس عون إلى بعبدة عام 2016، مش اتفاق مع رابي اللي جابه. وبالتالي اليوم يعني هذا المحور اللي جزء أساسي منه حزب الله وموازين القوى في المنطقة تميل إلى هذا المحور، هذا المحور هو اللي حيجيب رئيس الجمهورية القادم. هلا في إمكانية للأمريكان أن يعترضوا، يعني نحن بانتظار التفويض السعودي لسوريا وترجع سوريا تفرض علينا والتفاهم رئيس. السعودي مع حزب الله اللي يضمن الاتفاق السعودي مع حزب الله هي سوريا. بس مين قال أنه اليوم اللبنانية بدون يرجعوا لحقبة أنه تجي كلمة السر من مين سوريا اللبنانيين؟ لملح الشعب اللبناني مين اللبنانيين؟ إن كان من الوجود العسكري وإن كان من الدور السياسي في جيوبوليتيك مسيطر على لبنان. رغبة سمير جعجع أو رغبة بعض القوى السياسية المارونية لن تتحقق، لأنه هذه قراءات غير موضوعية وغير واقعية. مين المسيحيين؟ أي مين بيقول إنه أغلبية المسيحيين؟ يعني المشروع الفيدرالي ولا الفيدراليين والقوات، وهذا الطرح يعني المعادي للمقاومة وصاير منطق طائفي معادي للشيعة وللمسلمين. طب نحن ما شايفين كمان في المنطقة ليه بده يداري الشعب اللبناني؟ أنا ما عم بتبنى فكرة بس نعم. يعني بنحط حالنا مطرح الشخص اللي عنده هذه الهواجس، ليه دائما بده يكون في مدارات لهذه الفئة إن كان الشيعة؟ مين؟ ونحن بالمقلب الثاني مين قال أغلبية مين قال أغلبية المسيحيين؟ مين قال أغلبية فيه على يعني إذا الدولة ما عم تقدر تحافظ على يعني مقدرات البلد وتيسير أمورهم إنه بلكي بالمشروع الفيدرالي. مين بيقول أغلبية المسيحيين وأغلبية اللبنانيين عندهم مشكلة مع المقاومة أو عنده مشكلة في وصول فرنجية؟ أنا أتحدى كل هؤلاء المرشحين خلي يصير في تصويت شعبي، انتخاب مباشر للرئيس أو استفتاء شعبي. خلينا نشوف على مستوى لبناني مش مسيحي، لأنه رئيس جمهورية رئيس كل لبنان. ما تزغرونا رئيس الجمهورية، الله يخليهم القوى المسيحية المارونية، ما تزغروا أهمية رئيس الجمهورية، هذا رئيس كل لبنان. فبالتالي خلي كل اللبنانيين يصوتوا، يتنافس فرنجية مع قائد الجيش، مع زياد بارود، مع الأزعور، مع اللي بدكم إياه. خلينا نشوف شعب اللبناني، أكثرية اللبنانيين لمين حيصوتوا. أنا متأكد بالنتيجة مسبقا، بس خلينا نجربه. ما يقولوا أنه والله في 40 نائب ينتمون إلى 3 أحزاب بيعترضوا على وصول الوزير الفرنجية أو بيعترضوا على وصول قائد الجيش. أنا برأيي هؤلاء اثنين جديين، هؤلاء اثنين جديين. ولو أنه مش كتلة متراصة مثل ما بيقولوا الثنائي، كمان في يعني كمان هيدا أصوات بتصب يعني خارج مصلحة سليمان فرنجية. إذا بدك تجمعهم كلهم مع بعضهم 77 صوت لا يؤيدون سليمان فرنجية. كمان مش صحيح. هلا بهذه الجلسة ماشي الحال. حزب الله انتظر، اختلف مع الرئيس بري وكان ينطلق من 40 صوت الرئيس عون سنة 2014، انتظر سنتين ونص وبعد أن تخب الرئيس عون بعد سنتين ونص. يعني بدنا نتيجة بعد التغيير سنتين ونص الظروف مش ضروري ممكن ننتظر بعد خروج قائد الجيش من المشهد وتقاطعه تقاعده
ماشي الحال. بس أنا بدي أرجع لفكرة أنه التطورات الإقليمية، خلينا نشوف التطورات الإقليمية. نعم. الحوار الإيراني السعودي، الحوار الإيراني الأمريكي اللي كان متقدم في مسقط في سلطنة عمان في آخر فترة، وخلينا نشوف بعد شوي تطور الحوار السعودي السوري وانعكاس كل هذه المسارات أو كل هذه التطورات في الإقليم على لبنان. رح نبحث بهذه الأسئلة دكتور، بس اسمح لي نتوقف مع فاصل مضطرين، وطبعا حنرجع لنفس الموضوع. مشاهدينا خليكم معنا. مكملين معكم أنا مشاهدينا بحوار اليوم مع عضو لقاء مستقلون من أجل لبنان الدكتور رافي مديان. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة جديدة. يعني طالما ربطت الحل في لبنان بالانتظار لنشوف نتائج الاتفاق الإيراني السعودي، لحد هلأ شو أنتج هذا الاتفاق؟ علما أنه الأولويات كانت يعني لبنان في آخر الأولويات إذا بدك. يعني إذا اعتبرنا أنه التطورات الإقليمية هي القابلة القانونية للولادة اللبنانية، خلينا نقول أنه الحوار الداخلي اللبناني يتكامل أو يتلاقى مع المساعي الإقليمية والدولية أو التطورات الإقليمية اللي عم نشهدها. يعني بيصير في التقاء لمساعيين، لازم يكون في حوار داخلي ومفاوضات داخلية، مفاوضات على أساس برامج وعلى أساس يعني إنتاج دور، تجديد دور السياسي والاقتصادي للبنان في منظومة المنطقة، في نظام الإقليمي في المنطقة، حتى يصير في ملاقات بين التطورات في لبنان والتسوية في لبنان أو إنتاج الحل في لبنان، اللي الرئيس الجمهوري هو تفصيل في هذا الحل. يعني يتزامن الحل الخارجي مع تماما الحل. خلينا نلاقي التطورات الخارجية. أنا أقول أنه بالعودة لسؤالك أنه هذه المفاوضات من بعد مؤتمر بكين السعودي الإيراني وبدأت العلاقات الثنائية أن تتطور، صار في تطبيع سياسي وتبادل دبلوماسي بين البلدين، وبدأوا يبحثوا بملفات المنطقة. وأنا معلوماتي أنه قبل اتفاق بكين ولقاء بكين كان في اجتماعات في مسقط في سلطنة عمان بين القيادات الإيرانية والسعودية بمشاركة الحوثيين بقيادة عبد السلام، محمد عبد السلام اللي رئيس وفد المفاوض الحوثي، وتم الاتفاق حول إجراءات أمنية في 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 اليمن. وهذه الإجراءات الأمنية موقف إطلاق النار، فتح المعابر وإلى آخره، أدرجت أصلا يعني في الاتفاق، صار في اتفاقية، يعني صار في تفاهم أمني في البداية، وصار في تقدم بتطبيق الاتفاق الأمني، وانتقلنا إلى البحث السياسي. ولكن قدروا الأمريكان أن يعرقلوا هذا الاتفاق اليمني اليمني أو اليمني السعودي والإيراني السعودي حول انتقال إلى الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن. شو الهدف كان؟ يعني شو مصلحة؟ عرقلة التفاهم اللي صار ببكين، وعرقلة المساعي الصينية في رعاية تسوية ورعاية حلول في المنطقة، لأنه أساس الالتقاء أو التفاهم السعودي الإيراني هو أن أزمات المنطقة الموجودة في اليمن وفي منطقة الخليج تحل من قبل الحوار فيما بين دول المنطقة بدون تدخل أمريكي أو تدخل إسرائيلي وغربي في أزمات المنطقة. أنه تعوية سعوديين نعمل حوار، وتعوية خليجيين نعمل حوار من أجل إيجاد حلول لأزمات المنطقة أو لمشاكلنا في المنطقة. الأمير محمد بن سلمان عنده اليوم مشروع لبناء اقتصاد محوري مركزي في السعودية تحت عنوان 2030، إيكونومي بلاك تورنات. هذا الاقتصاد اللي عم بيورث فكرة بيروت من 70-80 سنة أو دبي من 25 سنة. السعوديين بده يحاولوا يبنوا اقتصاد وسيط بين العالم الصيني اللي سيصبح حجمه 25% من حجم اقتصاد العالمي من بعد 4-5 سنوات القادمين، يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي بده محمد بن سلمان يكون وسيط اقتصاده بين العالم الصيني ومنطقة الخليج ومنطقة العربية. هذا يقتضي استقرار في المنطقة وسلام استراتيجي مع إيران، سلام سني شيعي كمان إذا بدك هذا، وبالتالي الخروج من كل الاشتباكات اللي تورط فيها محمد بن سلمان في محيطه في المنطقة العربية، وتمويل الاستقرار، يعني مساهمة في تمويل الاستقرار. هذا يبدأ في اليمن.
عرقلة أمريكية يعني قادر اليوم أمريكا حرب على عرقلة حرب السودان الأمريكية. حرب السودان على سبيل المثال الضغط مباشرة على أطراف الحوار وتحديدا على أطراف التسوية في المنطقة وتحديدا السعودية والإمارات الخليجيين، هذا ضغط على الخليجيين وعلى المصريين أيضا، لأن مصر تدعم البرهان جيش البرهان، والسعوديين والإماراتيين وبتعتقد الروس فاغنر كمان بيدعموا قوات التدخل السريع طبعا دقله. فحبيبتي يعني وبالتالي الأمريكان من خلال حرب السودان إشعال حرب السودان حاولوا يضغطوا ويعرقلوا اتفاقات اللي حصلت في بكين، ولكن اليوم محمد بن سلمان يعمل بعيدا عن الإرادة الأمريكية في المنطقة، بمعنى أنه صحيح هو يحافظ، وهذا كلام منه هو نقل إلي من حوالي شهرين، هو بيحافظ على علاقات سياسية استراتيجية مع الإدارة الأمريكية مع أمريكا، وهو حليفه جمهوريين مش بايدن والديمقراطيين، نحن بنعرف هالشيء، بده سلام استراتيجي مع إيران وبده علاقات استراتيجية نفطية ضمن إطار أوبيك بلاس مع روسيا، وبده علاقات اقتصادية استراتيجية مع الصين، وبده محمد بن سلمان يعالج كل ملفات المنطقة، كل أزمات المنطقة ينهيها، ولكن هذا بحاجة إلى وقت. عنده رهان على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ أكيد أكيد طبعا. هلأ القطريين على سبيل المثال علاقاتهم ممتازة مع بايدن وعلاقاتهم منيحة مع السعوديين، بينما الإماراتيين علاقاتهم سيئة هلأ مع السعوديين، وفي خلاف وصراع بين الإماراتيين والسعوديين في العراق وفي أكثر من ساحة. بدي أقول أنا أنه الإيرانيين والسعوديين سيقاربوا الملف اليمني وبدأوا بتنفيذ بعض الشق الأمني منه، وبعدين حينتقلوا إلى العراق وسوريا ولبنان بنفس الوقت. على في حكي بنفس الوقت، أنا بعرف كمان في اتصالات اليوم بعيدة عن الأضواء بين الإيرانيين والسعوديين حول لبنان حول بيروت يعني. وهذه في كلام أنه في يعني فرنسا ستذهب كمان مشاورات مع إيران، بدو يزيدوا على الخماسية إيران، ما فيهم يعملوا حل سياسي في لبنان بدون إيران. وفي كلام اليوم بين الفرنسيين والإيرانيين خارج لبنان في المنطقة، في كلام حصل اتصالات آخر شهر بين الطرفين فيما يخص بيروت بعيدا عن الأضواء فيما يخص الملف اللبناني. أنا برأيي حتتطور هذه العلاقة الإيرانية الفرنسية بإشراك الإيرانيين في الخماسية، في مفاوضات الخماسية أو في حوار خماسية حول لبنان. بس أنا بقدر أنه تطورات الإقليمية، تطور حوار السعودي الإيراني والسعودي السوري سيؤدي إلى تهميش الدور الفرنسي إذا الفرنسيين ما أنتجوا حل في لبنان، مثل ما كنت عم تتفضل قبل شوي أنه الدور الفرنسي ولودريان، إذا لودريان اللي استمزج مختلف الآراء، استطلع مختلف الآراء، وهني بالأساس أنا سألت الفرنسيين هل هناك تبدل بالمقاربة الفرنسية وبالمبادرة الفرنسية بعد تعيين لودريان؟ قالوا لي لا. والإليزي اتصلت بجميع الأطراف اللبنانية وبلغت حتى الوزير سليمان فرنجي بأنه ما في تبديل بالموقف الفرنسي حيال فرنجي، ولكن أصبح خيار من ضمن عدة خيارات، يعني لم يعد الخيار الوحيد. لا مش صحيح هذا الحكي، ما لم يتبدل الموقف الفرنسي أبدا، في مصلحة فرنسية بالاتفاق مع حزب الله ومع الثنائي، هي مصلحته الاستراتيجية للفرنسيين ومصلحة تتعدى مسألة توتال والكونسورتوم النفطي ومصلحتهم في مرفأ وفي البريد وبعدين بالاتصالات وباقتصاد لبناني. يعني هذا مدخل العلاقة مع الشيعة ومع قيادة الثنائي، مدخل لعلاقاتهم مع سوريا بالمرحلة المقبلة وللمشرق العربي ولإيران. يعني آخر شيء فرنسا لا تدخل هي وشركاتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية إلى المشرق العربي حتى تدخل إلى دمشق بعد شوي بعد التسوية النهائية مع الأمريكان في سوريا، لا يدخلوا إلى السوق السورية ولا يدخلوا إلى السوق العراقية بحاجة إلى تفاهم مع إيران، لا يدخلوا إلى لبنان ويعملوا في لبنان بحاجة إلى تفاهم مع حزب الله ومع إيران. هذا الدخول مش لازم يصير بعد إنهاء الحل السياسي بسوريا، بلا بس أنا عبول استراتيجيا ومصالحهم الاستراتيجية الفرنسية هي التفاهم مع إيران والتفاهم مع ثنائي الشيعي في لبنان، مش مع أي طرف آخر. مش هناك ليش بدهم يبدلوا عن فرنجية؟ إذا ببدل الثنائي الشيعي يتبنى مرشح آخر أوكي، فرنسيين ببدلوا رأيهم، بس الفرنسيين أولويتهم التفاهم مع حزب الله. بس اليوم عم ينحكى عن تفويض أمريكي لهذا الدور الفرنسي. أوكي. فرنسا أمريكا كمان رح تكون
طبعاً ماشي بنفس طبعاً الخط. طبعاً. الأمريكان فوضوا مؤقتاً الفرنسيين. الفرنسيين حتى الآن لم ينجحوا بإقناع الأحزاب المسيحية بانتخاب فرنجي. ما نجح الفرنسي حتى الآن. طيب، وشفنا بالجلسة الانتخاب الأخيرة 12 يعني ب 14 حزيران الماضي أنه الأمريكان حاولوا يثبتوا للثنائي أنه أنتم ما فيكم تنتخبوا فرنجية أو تجيبوا فرنجية بدون التفاهم معنا والتفاوض معنا. الأمريكان بدوا يتفاوضوا على ملفات أقليمية مع الإيرانيين وحزب الله، ما بهمهم. عم يستخدموا أحزاب المسيحية ورفضها لوصول فرنجية، استخدموا أداة لعرقلة وصول فرنجية وللضغط على الثنائي وللقول لحزب الله أنه أنت ما فيك تجيب فرنجية بدون ما تتفاهم معنا. هاي رسالة واضحة، وهذا تهميش للدور الفرنسي. أو ربما على شو بده يقدم تنازلات التفاهم ولا لا؟ لا، التفاهم قد يكون الأمريكان بدهم مطالب من إيران، قد يكون بدهم مطالب من حزب الله. حزب الله اليوم من بعد ترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل، شو قال حزب الله؟ حزب الله وافق على تطبيع الحكومة اللبنانية اقتصاديا مع إسرائيل من أجل إنتاج واستخراج الغاز، مش هيك؟ من البلوك 9 من عندنا ومن كاريش من عند إسرائيل. هذا معناته أنه حزب الله وافق على أن يستخرج الإسرائيلي الغاز من كاريج ولفياتان من شرق المتوسط، أن يرسل هذا الغاز الشرق المتوسطي إلى أوروبا الغربية كبديل عن الغاز الروسي. وهذا يعني بريك ثرو، هذا يعني إنجاز لإدارة بايدن في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. هذا أهم إنجاز لإدارة بايدن في 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 الخارج. بالتالي إذا حزب الله أمن الغاز المتوسط، أعطى حق لإسرائيل ووافق على أن تصدر الغاز باتجاه أوروبا الغربية، حزب الله بده ثمن أكثر من الرئاسي. مسألة الرئاسي مسحة، حزب الله بياخذ أكثر من الرئاسي إذا بأمن أمن الغاز المتوسط وأمن الطاقة العالمي. يعني هذه ورقة كبيرة قدمت للأمريكان مقابل ماذا؟ قدم أمن الغاز في الشرق المتوسط، بده يحصل على سوق الغاز. أنا برأيي حزب الله أكثر من الرئاسي، بده يبحثوا مع الأمريكان حول سوق الطاقة. بعدين خلينا نبحث بعمق، إذا بعد 3-4 سنين نحن سنتحول إلى دولة نفطية، وفي أيلول القادم الفرنسيين توتالي اللي هن الأوبيريتور للكونسورتوم بدهم يعلوا عن نتائج استكشاف في البلوك 9. إذا سوف نتحول إلى دولة نفطية وتنتج مليارات الدولارات من المداخيل والعائدات سنويا، هل يا ترى الأمريكان بتركونا أو الإيرانيين أو الفرنسيين أطراف أخرى بتتركنا؟ يعني بتتفرج دولة نفطية على حدود الكيان الإسرائيلي، وبيقول الأمريكان أنه هذه الدولة يسيطر عليها حزب الله مثل ما بيدعوا، مثل ما بيدعوا كمان أنه إيران تسيطر على هذا. طيب هذا ما بيحتم تسوي بين الإيرانيين والأمريكان وبين الأمريكان وعن طريق الفرنسيين مع حزب الله؟ يمكن تسوي، يمكن حرب، شو رأيك؟ ممكن، إذا الأمريكان ما بيعطوا حزب الله مطالبه في لبنان، ما بيعطوا الثنائي. مش هناك، أنا عبول يا جماعة، مسألة موازين القوى. إذا ما بيعطوا جزء من سوق الطاقة، يعني لبنان اليوم محرم أن يشتري الطاقة، أي أن يشتري المحروقات من إيران وربما من دول أخرى أيضا، من الروس على سبيل المثال. طيب أنه إذا الروس اليوم بعد سنتين صمدوا في أوكرانيا بوجه 50 دولة في الناتو عم بتحاربهم، ما بيقدروا يفرضوا إرادتهم الروسي اللي موجودين على حدودنا بحماميم وبحمص وعم بيستثمروا حقول الساحل السوري. نحن بعد شوي بدنا نوقع اتفاق حدودي بحري حدودي مع سوريا في الشمال. طيب هذه الملفات هي الملفات الأساسية الصراعية في المنطقة، وهي سوف تحدد التسوية المقبلة. يلي بدأ تنتج تمسك حزب الله باسم الرئيس، يعني أكيد لن يفاوض عنه، لن يتنازل عنه. أنا متأكد أن حزب الله من شهرين أبلغ السيد حسن القيادة الإيرانية بأن حزب الله متمسك بفرنجية ولن يتخلى عنه. يعني رايحين لمرحلة فعلا، يعني هلأ الهواجس اليوم السلاح، بكرة الهواجس السلاح والنفط. ما في سلاح بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ بعض القوى. هذا شعار سياسي للاستهلاك. بس يتفقوا الأمريكان بكرة مع الإيرانيين وتصير في تسوية إقليمية والسعوديين يتفقوا مع الإيرانيين، ما حنعود نسمع هذه النغمة، ستنتهي هذه النغمة. بكرة السعوديين بيطلبوا من سمير جعجع يأمن النصاب، ويطلبوا من الكتائب ومن القوى المسيحية الأخرى روحوا تفضلوا، ما تصوتوا لفرنجي بس أمنوا النصاب. خلينا نكون واقعيين، خلينا نقول
طيب بين فرنجية وقائد الجيش والمرشحين الآخرين، من الذي يستطيع أن يتحدث مع الرئيس الأسد حول ملف النازحين السوريين اللي هو ملف يعني تهديد وجودي للمسيحيين في لبنان؟ 3 مليون سوري في لبنان، مليون مسيحي، 1,200,000 مسيحي، وعم يهاجروا آخر 3 سنين، فال 200,000 مسيحي من أصل 280,000 هاجروا نهائيا لبنان. ما نمزح، يعني الفاتيكان عم يخاف، بكركي خايفة على الوجود المسيحي، الدول الغربية وجود خايفين، يعني السفير الكندي الفرنجي الوحيد اللي عم بيحافظ على الوجود المسيحي. لا ما عم بقول هيك، أنا يعني ما عم بقول هيك، الشخصية تحكم هذا الحل، هذا الملف. أنا عم بقول المرشح الرئاسي إن كان اسمه فرنجي أو قائد الجيش أو يقترحوا أي مرشح قادر يحكي مع حزب الله وقادر يتفاوض مع حزب الله بشكل جدي، وقادر حزب الله يلبي مطالبه، وقادر يتفاوض مع الرئيس الأسد حول ترسيم الحدود البحر الشمالي بوساطة الروس، لأنه هذه بدها وساطة الروس مثل ما وسطنا الأمريكان في ترسيم الحدود مع الكيان الإسرائيلي في الجنوب. وكمان يحكي هذا الرئيس العتيد، يحكي مع القيادة السورية، مع الحكومة السورية حول إعادة ملف النازحين. أوكي ملف النازحين معقد، ولكن بدنا رئيس الجمهورية قادر يحكي مع هذه الأطراف بملفات أساسية مهمة وطنية، ملفات وطنية هاي بتهم المسيحيين وبتهم كل اللبنانيين. أنا بدي رئيس من هالنوع. طيب مين بيقدر؟ يعني زياد بارود، جهاد أزعور، مين قادر يحكي مع سوريا وقادر يحكي مع حزب الله بشكل جدي؟ مش هناك. أنا عبور، خلينا زياد بارود مش يعني خلينا على تواصل مع حزب ما عنده خير، بلا على من 10 سنين بيعرفوا، بس بينه وبين فرنجية بيوثقوا بفرنجية أكثر، بين قائد الجيش وفرنجية بيوثقوا بفرنجية أكثر، حزب الله والثنائي. لكن ليه عم يصير في دعوة للحوار وبيقولوا نحن بس خلونا نروح بهذا الاسم، ولكن نحن رح نتحاور على أسماء أخرى طالما في هذا التمسك؟ بيحاوروا حول أسماء أخرى، أهداف وهذه حتى أوضح لك، بيحاوروا حول أسماء أخرى، ولكن بيفرجوا ببينوا من خلال الحوار مين هن الأسماء الأفضل، مين هن اللي عندهم يعني حظوظ أفضل أنه يوصلوا إلى الرئاسة. يعني بمعنى خلينا نعمل مفاضلة بين المرشحين، يعني حزب الله يدعو إلى المفاضلة، إلى الحوار من أجل المفاضلة بين المرشحين. تعوا يا جماعة مين المرشح اللي قادر يحقق يعني حد أقصى من الإنجازات فيما يخص هذه الملفات الوطنية؟ كل واحد بحسب الأجندة تبعه بشوف الشخص هو مناسب له. طيب أوكي، فأزم وزير القوى، خلينا نقول فأزم، في مشاريع مختلفة دكتور، ماشي في صراع حول مختلفة، في صراع حول مشاريع مختلفة. القوى الثانية يروحوا باسم سليمان فرنجية، وكيف بده يقدر يقنع الثنائي القوى الثانية باسم سليمان فرنجية طالما بسيطة المشاريع مختلفة؟ بسيطة، هذه مشاريع داخلية، اعتراضات داخلية، مثل ما فسرت قبل شوي، مش هي المرجحة. الصراع البوينتاج بين القوى المحلية في البرلمان انتهى آخر جلسة، هذا المشهد ما حنشوفه بعدين بعد شوي، هذا مشهد خلص، يعني الصراع الداخلي اللبناني انتهى، ثقل الصراع انتقل إلى الطابق الثاني. اليوم المفاوضات او الصراع الرئاسي انتقل الى يعني الى اروقه المفاوضات الاقليميه، الى الطابق الثاني الاقليمي الدولي. اليوم اللعبه الداخليه اللبنانيه انتهت، واراء الاطراف المارونيه الداخليه او الاطراف كلها الداخليه ما بقى لها ثقل، صارت هامشيه. مش هناك انه ايه ما بدكم فرنجيه، ومثل ما بالسابق قالوا ما بدنا بشيل عون، مشيل عون معقول نقبل بمشيل عون؟ شو صار من بعد ما انتصر محور اللي داعم لمشيل عون في معركة حلب؟ فرضوا ميشيل عون وغير رأيه ولي جنبلاط، وغيروا رأيهم القوات، وغيروا رأيهم الآخرين. صبرا قليلا آخرين حيغيروا رأيهم كمان. عندما السعودية تأخذ ما تريده من لبنان من ضمانات بيقدمها الرئيس السوري من أجل اتفاق مع حزب الله والشيعة في لبنان، حيقولوا السعوديين الأصدقاء اللي عم يطبلوا بزبروا كانوا قبل شوي ضد المقاومة وضد فرنجية وضد ما بعرف مين الاحتلال الإيراني في لبنان، بعد شوي حيقولوا له يا شباب يعطيكم العافية خلص دول وليد البخاري. انتقل الملف
اللبناني الى قيادي اخر في السعوديه، مستشار الامن القومي مثلا يلي هو العيبان، العيبان اللي عمل اتفاق بكين، مستشار الامن القومي السعودي مسند العيبان، مسند من محمد العيبان، الملف حينتقل له بعد شوي. بفهم انا انه نزار العلولة وفريقه ووليد البخاري ضد التطبيع مع حزب الله ومع ايران. هلا هذا الفريق بعد شوي بيزيح. شفنا بالسفاره السعوديه من اسبوعين اجى السفير الايراني مجتبى اماني واجى قائد الاعمال السوري، هذا بدايه تطبيع مش هيك مع الايرانيين ومع السوريين. بعد شوي بيصير في تطبيع مع حزب الله، بيجي العيبان وبيجي موفد السعودي بحاور حزب الله، بيدفع الثمن لحزب الله السياسي. لكن الدور الفرنسي اليوم هامشي وعودة لودريان ماشي، ما إلا في لودريان يقنع الثنائي انه ينتخب بفرنجية او ينتخب اي مرشح بيطالب فيه الثنائي؟ ما وزير القوى لمصلحة الثنائي. انا عبقول خلينا نخفف الخسائر كمسيحيين في هذا البلد، خلينا نخفف خسائرنا وخلينا نتعقل ونحكم العقل والريل بوليتكس الواقعية السياسية. خلينا نروح على مفاوضات. تخلى عن حقوقه انتحاريين يعني اي حقوق الى هذه الدرجة؟ ليش حقوق المسيحيين مش مؤمنة في الطائف وحزب الله والثنائي متمسك في الطائف؟ رح نحكي بهذا الموضوع دكتور بعد هذا الفاصل الاخير. مشاهدينا خليكم معنا. ونعود مشاهدينا إلى الجزء الأخير من حوار اليوم مع دكتور رافي مديان. دكتور، يعني دايما في هذه اللهجة بالحكي مع المسيحيين أنه قبلوا كيف ما كان، استلحقوا حالكم قبل ما يفوت القطار. يعني مش من زمان سمعنا هذا الخطاب. ليه؟ وعم تقلي بالطائف اخدين حقوقهم. مين نفذ بنود الطائف؟ اتفاق الطائف. اتفاق الطائف يقر بالمناصفة رغم اختلال موازين القوى لغير مصلحة المسيحيين. أنا كان يقول لي المرحوم نسيب لحوت أنه المسيحيين وتحديدا الموارني ما قالوا مصلحة بتعديل الطائف، لأنه أي تعديل للطائف، أي مسعى لتعديل الطائف لتغيير نظام الطائف سيكون على حساب المسيحيين وسيقدموا تنازلات أكبر. اليوم في الفاتيكان في مخاوف، وحتى عند الدول الغربية اللي يعني بهم الوجود المسيحي في لبنان وكذلك في بكركي، في خوف من إطالة الفراغ، لأن إطالة الفراغ سيؤدي إلى تراجع الدور المسيحي. حتى بالحوار من حوالي 10 أيام مع بطرك الأرمن أرام الأول كاثوليكوس الأرمن، كان عم بيقول نتيجة اتصالاته الدولية وحواره مع الفاتيكان وحتى مع البطرك الراعي، كان عم بيقول أنه اليوم عم يتراجع الدور المسيحي وزيادة أمد الفراغ سيؤدي إلى مزيد من تدهور الدور المسيحي. يعني الهواجس بمحل اليوم لما ينخاف من ضرب الميثاق بعقد جلسات بتفريغ المؤسسات من لا، في خوف من أنه الفراغ يؤدي بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي. هذا المؤتمر التأسيسي يعني بيعيد النظر بالنظام وبالدستور، وبالتالي بيفرض على المسيحيين تقديم مزيد من التنازلات، قد يخسروا المناصفة. يعني من هون قد ممكن تنسف هذه النظرية بأنه الذهاب إلى اتفاق تأسيسي أو مؤتمر تأسيسي. لا، بمعنى أنه إذا يعني طال الفراغ وزاد حدة الاشتباك الإسلامي المسيحي، ممكن يتفقوا شيعة والسنة ويطالبوا بتغيير النظام، مش بس المثالثي، ممكن يكون في شكل آخر يقدموا فيه المسيحيين تحديدا موارنة المزيد من التنازلات. مش هناك على في صيغ كثيرة حول يعني إمكانية الذهاب إلى صيغ أخرى للنظام لتعديل النظام الطائف. ما بدي فوت أنا بهذه التفاصيل، بس أنا عبقول أنه المسيحيين الآن ما لهم مصلحة إلا بالتمسك بالطائف وتطبيق الطائف، وهذا شيء هذا نوع من الضغط والتهويل للقبول باسم مرشح معين. شو بيعملوا؟ لكن هوليك بيهولوا وبيضغطوا، بيستخدموا الأمريكان والخليجيين تيقولوا للشيعة أنه لا، نحن بدنا نجيب رئيس عزونا مش عزوكم. يعني خلينا اليوم ندخل في حوار منطقي، حوار وطني مسؤول. خلينا نقول انه واقع المسيحيين الديموغرافي والسياسي والعسكري والاقتصادي لا يسمح لهم
بتعديل موازين القوى في البلد ما بيسمح لهم أنه يحصلوا على صلاحيات سياسية ودور سياسي أكثر من إمكاناتهم ومن حجمهم. بالتالي أنه نحن ما فينا نقول أنه بدنا طائف بلس. رئيس عون كان عم يطالب بتعديل الطائف، بمعنى أنه كان يرى أنه الخلل في نظام الطائف هو الهيمنة السنية على هذا النظام، هيمنة الحريرية السياسية. مش هناك اتفق مع الشيعة من أجل تغيير هذا الخلل وسمى تياره التيار التغيير والإصلاح يعني. بتشان هيك اليوم المسيحيين والموارنة تحديدا إذا شايفين في خلل في النظام وفي تغييب للدور المسيحي، عليهم أن يعالجوا بالسياسي هذه المسائل من خلال تحالفات أيضا. أنا برأيي حلفهم في مرم خايل مع المقاومة مع الشيعة مع حزب الله سمح للموارنة للمسيحيين بتعديل موازين القوى في وجه الحريرية السياسية في وجه التيار السني المهيمن. مش هناك معلش، اليوم إذا التيار العوني والموارنة ابتعدوا عن الشيعة وابتعدوا عن حزب الله سيخسروا أكثر، سيضعفوا أكثر، رح ينعز. مين بيحكي اليوم مين حليف سمير جعجع داخليا أو أقليميا؟ بكرة فقط السعودية كانت حليفته، وأنا معلوماتي من أكثر من شهر منذ اتفاق بكين اللي حصل بين الإيرانيين والسعوديين، السعودية قطعت الدعم المالي عن سمير جعجع. أنا عم بحكي معلومات، كان يعطوه دعم مالي شهري أو وقفوا الدعم المالي. من هيك المالي. بلغ السعودية أنه نحن ما رح نمشي إذا غيرتم موقفكم. شو بيعمل؟ أوكي، شو بيعمل سمير جعجع اللي ما بيحكي مع حدا في لبنان؟ عنده تراكم قوة، وهو بيقول بحواراته داخل قيادته أنه راكم قوة من 17 تشرين 2019 بالشارع، وفشل العهد العوني وجاب نواب أكثر من التيار 19 نائب. طيب كيف بيصرفهم بالسياسي سمير جعجع إذا لا بيحكي مع الثنائي الشيعي ولا قادر يتفق مع الأطراف المسيحية الأخرى ولا قادر يتفق مع ولي جنبلاط ولا قادر يتفق مع 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 الحريري مع سعد الحريري؟ شو بيعمل سمير جعجع لو معه كل المسيحيين؟ كيف بيصرفهم بالسياسي؟ شو بيعمل؟ بينتحر؟ طيب شو الحل؟ يعني شو عم يعني بحاول انه انا اروح اقبله بسلامين فرنجيه ما بشكل حاوروا حزب مزيد الله مزيد من التنازل. ما عم تقول عم يخسروا؟ لا لا بالعكس تماما. سمير جعجع تفهم معون مع عون اللي كان بيمثل 50% من المسيحيين وزعيم مسيحي كبير، تفاهم معه بمعراب 2016. طب هذا الوزير الفرنجي وين بيشكل خطر على التيار العوني وعلى القوات؟ وين بيشكل عليه خطر؟ ليش ما فيهم يتفاهموا معه؟ ليش ما فيهم يحطوا له برنامج عمل وتعال نتفق نحن وياك يا مرشح فلان اسمك فرنجي او قائد الجيش او مدري مين، تعال نتفق. في مرشحين جديين، ما حاول نناور ونضيع وقت، في قائد الجيش وفي الوزير الفرنجي. خلينا نشوف مين مقبول من قبل الرافعه الشيعيه، رافعه المعادله الوطنيه هن الشيعه وحزب الله. خليني احكي الامور مثل ما هي. هن المرشحين اللي ما قدرت مرشحين جديين، قائد الجيش وفرنجي. الرافعة الأساسية يعني الطرف الأقوى في المعادلة الداخلية الوطنية هي شيعية سياسية، هو حزب الله. عم يقترح حزب الله فرنجية، عم بيقول لهم تعوا يا أطراف أخرى نتفق على فرنجية. يعني بمعنى حسنوا شروط وصول فرنجية، حطوا شروط على فرنجية، حطوا له دفتر شروط، يعني من حطوا له برنامج للحوار. ما بقى اسمه حوار، شو حوار يعني حوار. يعني من بيغيروا عن مرشحهم؟ يعني ليش بده يغيروا عن مرشحهم؟ طيب يضيفوا مرشحين آخرين إضافة إلى المرشح فرنجية، خلينا نحطه على الطاولة وخلينا نتفاوض. لكن هيك عم بيقول حزب الله. بس بشوي تفضلت قلت أنه مستوى الحديث أو الحل ارتفع إلى طبقة أعلى، يعني ما بقى بالإقليم. لكن طبعا شو نفع الحوار؟ طبعا لملاقات المتطورات الإقليمية، لملاقات ما سيحصل في المنطقة. يعني ترجمت ما يحصل في المنطقة باسم مرشح يتناسب مع هذه المرشح هو نتاج التسوية. حتحصل تسوية مثل ما مثلا بالدوحة حصلت تسوية إقليمية دولية بالدوحة، جابت ميشيل سليمان تحت عنوان جابوه المصريين. عمر سليمان مخابرات مصرية جابت ميشيل سليمان بالاتفاق مع السوريين مع المخابرات السورية. طيب الظروف ففي تسوية بدها تجيب رئيس العتيد، في تسوية إقليمية دولية. بس لأنه تطرقنا لاسم قائد الجيش، يعني الظروف واضحة اللي عم تتفضل فيها وتحكي عن اسم سليمان فرنجية، ولكن بالنسبة لقائد الجيش
يعني يقال بأنه ما بيجي إلا بعد حدث أمني كبير أو ينتج حوار أو تسوية خارجية بيجي اسمه. في اعتقاد عند القطريين اللي بيدعموا وصول قائد الجيش، في اعتقاد أنه أو كان في محاولة لإحراق الإسمان بجلسة 14 حزيران. كان في رأي أنه جهاد أزعور وسلمة فلانجية لغوا بعضهم، وبالتالي ممكن بعد هذه الجلسة حزب الله ينزل عن الشجرة مثل ما قالوا القطريين وجماعتهم في لبنان، وأنه حزب الله سينزل عن الشجرة ويتخلى عن فرنجية، والأمريكان بيتخلوا عن أزعور وحلفائهم يعني في لبنان بيتخلوا عن أزعور وبيروحوا على حوار حول قائد الجيش كتسوية. على هذا معناته أنه ممكن الثنائي الشيعي الذي لن يتخلى عن الفرنجية ممكن ينتظروا إلى كانون الثاني يناير 2024 اللي خلال قائد الجيش حيروح إلى التقاعد وبيكون خرج كورقة أو كحصان في 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 مسرح الانتخابات الرئاسية. ويمكن هاي خطة الوزير باسيلي اللي حينتظر كونه هو لازال هو المرشح يريد نفسه، قد ينتظر إلى أن يخرج قائد الجيش من الحلبة. عبلك في مرشحين جديين، في فرنجية وفي قائد الجيش. إما الوزير باسيل بيكون مع فرنجية أو بيكون مع قائد الجيش. أضعاف فرنجية إخراجه من حلبة الرئاسي من السباق الرئاسي لن يكون لمصلحة باسيل أو أي مرشح آخر، سيكون لمصلحة قائد الجيش بنفس النسبة أو القدر. يعني تمسك حزب الله أو الثنائي باسم سليمان فرنجية بنفس النسبة في تمسك برفض سليمان فرنجية من قبل التيار الوطني الحر. ما رح نقول القوات لأنه تفضلت وقلت أنه قد ينعكس الموقف السعودي على موقف القوات اللبنانية لاحقا. أنا بدي أقول ملاحظة فقط، وهذه الملاحظة موجهة إلى قيادة التيار العوني، إلى قيادة باسيل. إذا احترقت ورقة فرنجية وإذا يعني قدرت القوى المناوئة لحزب الله أن تحرق ورقة فرنجية، حزب الله اللي سيكون معه هو الاتفاق السعودي والأمريكي مع حزب الله في لبنان، مش مع أي طرف آخر. تسوية ستكون مع حزب الله. طيب حزب الله اللي بده يخلق توازن بوجه القوات اللبنانية، إذا بده يلعب بالساحة المسيحية مش هيك؟ يعني إذا بده يكون عنده سياسة مسيحية حزب الله والثنائي الشيعي اللي بالفترة السابقة تحالف مع التيار العوني من أجل مواجهة تيار القوات اللبنانية وما تمثله فكريا وسياسيا وكمشروع تاريخي إلى آخره، مشروع طائفي تاريخي. طيب إذا جبران باسيل نحى بنفسه واعترض وتموضع سياسيا في وجه حزب الله والثنائي ورفض انتخاب فرنجية وأحرق ورقة فرنجية، طب حزب الله كيف بده يخلق توازن بالساحة المسيحية بالفترة المقبلة؟ كيف؟ ساعتها بيتعاون مع قائد الجيش من أجل خلق توازن بوجه القوات. خلي أحكي الأمور بصراحة، إذا أنت يا جبران باسيل ما بدك تتحالف مع حزب الله من أجل خلق توازن بالساحة المسيحية، لن يسمح حزب الله بكسر التوازن. قالوا ما بيوثقوا فيه، وأمريكي ورجل أمريكا بلبنان. طيب شو بيعمل إذا جبران باسيل ما بده يلعب هذا الدور؟ بيذهبوا باسم ما بيوثقوا فيه. معقول ساعتها بيجيبوا بغيروا قائد الجيش، بنتظروا إذا ما بيوثقوا بجوزيف عون بنتظروا حتى يخرج جوزيف عون وبيتحالفوا مع مع مع, مع الجيش في المرحلة المقبلة. وأنا ما بستبعد إنه يتحالفوا مع جوزيف عون. ليش؟ أنا بدي أعطيك مثل. قبل 2005 وقبل 98 عندما جاء قائد الجيش آنذاك أمين لحود، رئيس أمين لحود، إجا رئيس جمهورية باتفاق إقليمي ودولي وكان حليف للمقاومة لمواجهة التيار الحريري السياسي في لبنان. يعني حطوا تحالف حزب الله المقاومة مع الجيش وإبين لحود من أجل خلق توازن كونتر بالانس بوجه رفيق الحريري في لبنان، وكان ناجح. هذه المعادلة كانت ناجحة. طيب تيار ميشيل عون لعب هذا الدور لمواجهة الحريري السياسي لمواجهة القوات. يعني الحريري وحلفاء المسيحيين كان في بوجهون ميشيل عون. إذا ميشيل عون ما بده يلعب هذا الدور وإذا بده يتقرب من القوات بده يعملوا حلف ثنائي أو ثلاثي مسيحي بوجه الشيعية السياسية، قد يعيد هذا السيناريو. حزب الله ساعتها مضطرا سيتفق مع قائد الجيش وينعاد هذا السيناريو. ما موجود هذا السيناريو. إمين لحود الجيش بلس حزب الله بوجه
حريرية سياسية، بيرجع بيصير قائد الجيش اللي على رأسه جوزيف عون، بيحتووا لجوزيف عون. شو المشكلة؟ جوزيف عون مش رافض حوار مع حزب الله، هو مرفوض حتى الآن، يتمنى أن يلتقي مع السيد حسن نصر الله. إذا التقى هذا معناته فتح الطريق أمامه نحو الرئاسة. اليوم قائد الجيش عنده تأييد مش بس قطري وسعودي وفرنسي وأمريكي وفاتيكاني، بارولي بالفاتيكان رئيس الحكومة علاقته بيرغب قائد الجيش. وبالتصويت حيرجع إنه كيف حيقدر يأمن له نفس الشيء؟ السعوديين بيقولوا لحلفائهم ومش بيقولوا له للشباب روحوا أمنوا النصاب. يعني ما في مشكلة لبنانية داخلية، قصة مش داخلية. خلينا نكون واقعيين. النواب بيروحوا بيبصموا على التسويه الاقليميه الدوليه، بيروحوا بيصوتوا على التسويه اللي تحصل بالسابق. يعني اسم ميشيل سليمان تم اتفاق عليه بالدوحه، واسم الرئيس العتيد سيتم اتفاق عليه بالاروقه الاقليميه، اروقه المفاوضات الاقليميه والدوليه. كله وارد. بعد في معنا دقيقتين دكتور، بدنا نحكي شوي متفرقات. الملف الرئاسي اخذ حيز كبير، بس اكيد معلومات يعني شيقة إذا بدك تقول أو مفاجآت. موضوع التعيينات، امبارح سمعنا نواب حاكم مصرف لبنان عندهم بيان، كيف بأي إطار توضع هذا البيان اللي عم بيحذروا فيه بالاستقالة والتنصل من أي مسؤولية هني على مدار كل هذه الفترة اللي كانوا شركاء مع حاكم مصرف لبنان بهذه الهندسة المالية إذا بدك؟ هلا ما بدهم يتحملوا مسؤولية إدارة الفراغ، إدارة أزمة الفراغ، نواب الحاكم ولا سيما وسيم منصوري النائب الحاكم الشيعي. وبالتالي ربما عبي مهدوا الطريق، يعني عبي مهدوا الطريق ربما لتمديد تقني. كان عم يقترح أنه يكون مستشار، يبقى كمستشار رياض سالمي يدير فترة الفراغ، يعني أو يعني يدير الأزمة بوقت الحالي ريثما يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد. ولكن أنا بعتقد أنه هذا بمهد الطريق لبقاء رياض سالمي بفترة إضافية، كم شهر إضافي لا يدير هو مصرف لبنان. يعني هذا ضغط للتمديد، بعتقد هيك. هني ما بدو يتحملوا مسؤولية، أو خليها الحكومة تقول أو كل الأطراف اللبنانيين يقولوا أنه والله ما بدها رياض سلامة، بس بنقبل أنه وسيم منصوري. ما فينا نعين هلأ، ما في إمكانية للتعيين، لا فينا نعين رئيس أركان بس للجيش. بس الرئيس برر لمح أنه بيقدر المحظورات شو تبيح ال يعني الضرورات تبيح المحظورات. ولكن اليوم المجلس الوزراء اللي بالقانون في عين قائد جيش جديد أو رئيس أركان أو حاكم مصرف لبنان، بس ما في توافق إقليمي ودولي مش بس محلي. اليوم نحن بنعرف أنه الأمريكان بمسألة قائد الجيش وبمسألة حاكم مصرف لبنان له رأيهم للأمريكان، لهم كلمتهم. كان عم ينحكى عن كميل بوسليمان بفترة سابقة، كان عم ينحكى الفرنسيين كان بدهم العساف، ما بيشي الحال، ما تم اتفاق. جهاد أزعور حتى الحكى رئيس بري كان عم يقترح انه جهاد أزعور يعني يكون هو حاكم مصرف لبنان، لم يتم الاتفاق على هذه الأسماء. طيب بموضوع التدقيق الجنائي، وامبارح سمعنا رأي حركة أمل عبر الوزير نائب حسين راح الاسم عن بالي علي حسن خليل. نعم. فعم بيقولوا انه لا، نحن مع انه وفق الأصول انه ينشر هذا التقرير. معقول؟ هلا انا سمعت من يومين الرئيس عون حول مطالبته بالتدقيق الجنائي، وهذا مطلب حق. يعني التدقيق الجنائي الطبقه السياسيه، ولكن للاسف انه ما الكل مسؤول في هذه الطبقه السياسيه، من الرئيس عون الى الرئيس بري الى كل الاطراف السياسيه مسؤوله. هي الطبقه السياسيه اللي بتدير البلد. اذا ما قلنا 5-6 اشخاص بيديروا البلد مسؤولين. التدقيق الجنائي نحن كلفنا الشركه الاجنبيه مارسل وانه الفارز مارسل انه هن يعملوا التدقيق الجنائي، ودفعنا لهم بنالتي 150,000 دولار، رجعنا كلفناهم. طيب أحجبوا عنا الكثير من المعلومات، ولكن التدقيق الجنائي اللي بيبدأ بمصرف لبنان سوف ينتقل إلى القطاع المصرفي، سوف ينتقل إلى وزارات، ويطال كل الأطراف السياسية اللي انغمست في الفساد وفي الصفقات. اليوم في معلومات عند الأمريكان وعند الفرنسيين وعند الجهات اللبنانية حول الصفقات. أنا بستبعد أنه يأخذ مجرى، لأنه هذا بيطال الجميع.
هذا اللي بيطال الجميع، مش بس بيطال الأطراف اللبنانية، بيطال الخليجيين والفرنسيين وأطراف خليجية. من هون يأتي الخلاف على اسم رئيس الجمهورية يلي اشتباك الفرنسي الأمريكي. يعني في رئيس ممكن يغطي كل هذا هذه الممارسات وعدم الأمور القضائية أنه تأخذ مجرها، وفي مطالبة بأسماء رؤساء قد يعني يذهبوا إلى التغيير والحل وكشف كل ما كان يحصل كل تلك ما حدا في يكشف من هون هذا الخلاف بالبلد. ما في طرف داخل لبناني بيكشف فجوة 72 مليار دولار كيف راحت وكيف انصرفت وكيف الطبقة السياسية اللي عندها هي وعائلاتها 6000 حساب كان فيهم 83 مليار دولار كيف هربوا عن طريق الأمريكان والقطاع المصرفي اللبناني وحاكي مصرف لبنان رياض سلامي مع ميشيل مكتف ومدري مين، هربوا عشرات المليارات الدولارات إلى خارج لبنان من أجل ضرب الاقتصاد اللبناني بحجة تقليب الرأي العام على حزب الله والمقاومة ومن أجل الضغط السياسي في لبنان. مشان هيك يعني مسألة رياض سلامي والتدقيق الجنائي جزء من الصراع على الرئاسة وعلى الحلول السياسية في البلد. بدي أتشكرك عضو لقاء مستقلون من أجل لبنان الدكتور رافي مديان على هذه الحلقة. شكراً طبعا. شكرا مشاهدينا وإلى اللقاء.